anyways, أبوي كوري هي قاعد هون وأمي فيتنامية برضه قاعدة هون. ومولود بالسعودية وعشت كل حياتي بالأردن. Thank you. أنا واو. بس بتعرفوا شو؟ كنت حاب أطلع أدرس بأمريكا مع كل أصحابي اللي درسوا برا. بس صراحة ما كنتش عارف إذا أروح ولا لأ فما رحتش. لأنه خفت أمريكا تقصفني عشان فيتنامي. أو تشتري مني سيارات عشان إني كوري. أو تشتري مني بترول عشان إني مولود بالسعودية. بس ليش الغريب إنه أنا عرب يحكوا واو إنه عن جد غريب واحد كوري وبيحكي عربي هيك إنه اتس نايس. الكورية ما بيطيقوني. أبدا بيكرهوني. إنه إيش هذا يعني شكله زينا بس مش زينا ما بيحكي زينا ولا عم بيحكي زينا. بتعرفوا بالضبط زي إيش؟ لما حدا يعطيكم علبة شوكولاتة ويطلع فيها خيارة. أنا الخيارة. عصيرة الكوري حاب أقول لكم إنه أبوي عبقري. أقول لكم ليش. في حد عزابي؟ Any single people in the house? That's really sad. Actually, no, I'm single too, زيكم. فما دارس جينيوس لأنه كثير من أصحابي تجوزوا والجيزة أول شهر شهرين تمام بعدين تكثر مسؤوليات والنكد وبكثر الحكي اللي ما له طعمه. فأبوي أخذ الموضوع من قصيرها. أبوي كوري تجوز وحدة تحكيش لأخته. فتجوزوا هم الاثنين بليلة عرسهم كانوا طرش بالزفة. Literally. فإيش كل التعامل بلغة الإشارات؟ وأبوي ودانا أنا وأخواتي على مدارس عربية. فطلعنا بنحكي عربي. بس هو بحكيش عربي. وبس نروح عند نطلب منه بابا مصاري أواعي. I don't understand. كله بالإشارات. وعلى سيرة لغة الإشارات حاب أقول لكم شغلة إنه لغة الإشارات بالغرب غير عن لغة الإشارات عندنا هون بالعربي. يعني إلي صديق فرنسي لما أشوف واحدة حلوة بقول لي أوه she's very beautiful no? This means beautiful in sign language. فبتمر واحدة قدامه بقول آه الأستاذ مش فاهم حرام مش عارف هاي معناها استنى علي أنا لو أرجيكي. فكنت عم بقرأ كاريكاتير أبو محجوب I don't know if you guys know it, it's amazing. ف what is this? Scissors. No, in the Arab culture, this means يخوك سيجارة. Cigarette. And in the West, do you know what this is? Okay, perfect, amazing. لا بالعربي معناها راح أكسر وجهك. بس you know what? انسوا الغرب وانسوا العرب. بالهند لغة الإشارات غير. I went to Dubai Marina Walk. I wanted to valet my car. So I drive down the roundabout. There's an Indian guy standing there. فقلت له, I want to park valet. So he says, I'm like, valet. He's like, I'm like, okay, it's probably full, so I'll just you know, go park myself. So I went and parked in China, walked back. I passed this guy. Billy, my friend, why are you not coming? I said, why not? You told me the valet is full, no? He said, no, I told you I will take care of it. So I told him, بس تعرف عشان شكلي مش عربي وبحكي عربي بنحط بمواقف بايخة. كنت راجع بتاكسي من ابو ظبي لدبي بركب السيارة وطلع شوفير التاكسي عربي فقعد يحكي معي عن مرته وحياته واولاده والعيشة بدبي وكل هالحكي فتح لي قلبه. وصلنا دبي بعد ساعة وصلنا دبي بلف علي بقول لي لو سمحت الاخ سوري يخرب بيتك. قلت له لا ابدا قلت له انا قلت له كوري. قال لي انا شكيت يا كوري يا سوري.
I want to go back to sign language. Has anyone been to Dubai Mall? Yes. It's the biggest mall in the world. It's so big, it has its own highway. So you're driving on Sheikh Zayed Road, you take an exit to Dubai Mall, and it's parking 1, 2, 3. If you miss any of them, Dubai Al Ain Highway. It's so big that if you miss a turn, you go to another city. تعرفوا أنا حاسة maybe they're عم بحاولوا يشجعوا السياحة بالعين. إنه مش قادر أروح على دبي مول بكمل على العين. Oh, it's actually good for directions. Yeah. One hotel, كيف نروح على العين؟ Okay. شيخ زايد رود, دبي مول exit, P4. أمي بتابع أخباري طبعا, بتعرف إن أنا بعمل كوميدي وبطلع على المسرح وهيك. بس مرات بتلخبط لأنه ما بتلحق مع كل الشغلات اللي بتصير. فمرة رحت على كونسرت نانسي عجرم وقدرت. في حد بحب نانسي عجرم؟ لو طلبت تتجوزني ما بقولها لا. المهم قدرت اتصور معها وبعثت لها صورة لماما, قلت لها ماما هي انا ونانسي. فشو حكت لكل العالم؟ تقول لهم هذا ابني على المسرح مع نانسي عامل دوت غنائي معها. لا بس مرة رحت على الكونسرت مع نانسي عجرم كنت واقف اول واحد وهي عم تغني ما فيش حاجة تيجي كده اهدى حبيبي كده, طلع لك يي يحكي عربي. فعم بتخيل لو كتبت الأغنية بعد ما شافتني بدها تغنيها للمايسترو شو كان بتقول له؟ ما فيش حدا شكله كده بيحكي عربي كده وشعره واقف كمان. يا ابن اسمح لي فلبيني طالع من عمان ده بيحكي عربي بصي بصي بص انت متأكد يعني نص نص احسن منك ايوة اهو نص تفلت دم خفيف كمان. دبي you've been great, thank you so much. One hotel.